قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. صدق الله العظيم. أي اسم المؤمنين أي اسم المؤمنات مازال قنا كيوم شو مقاغرب دا دي الدروس نوم ذاهم تهي قناة محمد السادس للقرآن الكريم للبرنامج نوم فاوت الإسلام. البرنامج نوم يجان معروف شعب الإيمان. أي اسم المؤمنين أي اسم المؤمنات. الآية يا قوم غريغ ذي قرار ربي سبحانه وتعالى تما الرسول صلى الله عليه وسلم ذي القرآن قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه الغفور الرحيم. الآية يا غي اسمها تعتبر أفرح آية أمش دوسا لبعض الأحاديث من الرسول أفرح آية وأفضل آية اللي كتفرح المسلمين جميعا وتوائفه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. أي اسم المؤمنين إذن العنوان الحرق سانيتي الإيمان بوجوب الرجاء في الله وفي رحمته وانيتي الموضوع ندرس نوم. أنا من بأن الرجاء النغ ذي الأمل النغ ذي الرحمة سيد عبي ونقطع بورياس ونقطع بورجاء النغ ذي الرحمة سيد عبي وانيتي الموضوع ندرس نوم. الرجاء وجوب الرجاء في الله تعالى. أي اسم المؤمنين أي اسم المؤمنات أمي قال الرجاء عربي يوزد القرآن زاف الآيات إذ كان الرجاء يرجون رحمته ويخافون عذابه. الرجاء المعنى النس إجل الأمال. أي نعم شك ترجيب بأنه إجل الأمانة هذا التاس ترجيد بأنه يجن حاجة تصبح هذا يتوقع هم يقال رجع الرجع واحد الآمال موقع الإنسان يتوقعيه بأنه أليس يوقع الخيار إن شاء الله. هم يقال رجع الرجع توقع الأمال وتوقع ما يصر إلى خيره. الرجع بالدنيا أمور الدنيا بصفة عامة ولكن قادين الرجع يمقران. الرجع يمقران هو أن ينتراجع ذي الرحمن صدى عبي. الرجاء تسمنت الرجاء لأنه لم يتراجع. ما معنى يتراجع؟ أي غاش الرجاء أي غاش الأمل كي ينحش توقع. ولكن الدرس نوم نهارا لشعب الإيمان الموضوع النص الإيمان بوجوب الرجاء في رحمة الله. هذا نتيجة العقيدة إيمانية مهمة أخذ نفعات تسك صدى عبي إن شاء الله. والنير يحسن الظنص ذي صدى عبي والنير يتقن الخيار دائما وأبدا والنير يتغلب نفسيا النس والنير يقوانك الصراط المستقيم دائما غاسج الأمل للرحمة ذي صدى عبي. لهم يقال الرجاء في الله تعالى وفي رحمته ذو المعنى الرجاء يرجون رحمته ويخافون عذابه. إن ربي إن القرآن العظيم إن رحمة الله قريب من المحسنين. إن رحمة الله قريب من المحسنين يعني ثواب الله قريب. ولهذا عبار مثلا بالمذكر إن رحمة الله قريب أي لأجر الله وثواب الله قريب من المحسنين. الرحمن صدى ربي تودس بالنسبة للمحسن والمحسن يسمع قسم على أنت المحسن. المحسن ونتقن خير ونعبدنا ربي وكذلك غاسل إتقان ذي العبادة صدى ربي يعبد ربي نيسان نيشان يتعيش نيشان تجرانس نيشان حياة نسكسارونس نيشان وهم يقال محسن كل شيء يحسنه ويتقنه. ونيتي
الرحمن صلى بيته وصغاص إن رحمة الله قريب من المحسنين تنسوا هذا الرحمن صلى ربي الرحمن صلى ربي تيريث ودس وني ذي جا الإحسان وني ذي جا الخير وني ذي جا الطاعة وني تسن حقوق الله وني تسن حقوق العباد وني تي سنا ما يراجع الرحمة صلى ربي. إذن الموضوع النغ الإيمان بوجوب الرحمة في الله وفي رحمته. ثم أيضا يا إثماء إذني زنص النغني ونص وانيتي الآية يخوم غارقثو غاس سبب النزول قابل القرآن العظيم خلي سان الرسول محمد صلى الله عليه وسلم يوم يظهر به قول يا محمد قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه الغفور الرحيم. وخزاف يا إسماء إيه فضل الرحمة يخاضي السنزر صلاة سبحانه وتعالى. قال العلماء الآية يا ثانيتي من التنزل خل الرسول صلى الله عليه وسلم غير بنتي من الطاول ما يتنزل الآية خل الرسول صلى الله عليه وسلم غير بنتي من الطاول سفرح إشارة الناس ماشي يغني يا رسول الله الناس نزلت خافي غيج الآية أحسن زي الدنيا وما فيها الناس ما يتعني يا رسول الله إذا صار ربي يبشرية بأنه غادي يرحم الأمين. قل يا عبادي لأن سفع على مسلمات قمت منها. قال العلماء سبب النزول الآية هي هذا مين غير يسمع سبب النزول الآية ثانية ما مش قال علماء تفسير. وإن كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفاحش الفرح طام قرانت من خاص تنزل آية لأن إيش النعمة طام قرانت إيش نار الرحمة طام قرانت أربيت بالصايد قاسي محمد وتوقذ إناس الأمة نشوى توقذت أقار رحمة الواسعة يوما. قال العلماء سبب نزول الآية وسند أربعة النيودان غير الرسول صلى الله عليه وسلم مجموع النيودان الشباب الكهول الشيوخ وسند غير الرسول صلى الله عليه وسلم الناس يا محمد حد يوم من حد عاد ويومين حد عاد إلى آخره البداية الإسلام وسند غير الرسول صلى الله عليه وسلم السلام عليكم عليكم السلام إن الرسول ما يتخصم الناس يا محمد خانوا صدغاك عشان سقسا عشان شاور المشكل غان غيان ما غشان لحلك سلا بني وغشا وش ندغى الرسول مشاور كيس إن الرسول ما يندي إني ثيه من يقال ناس يا محمد قانشين قناخ الإسلام قانشين غان غار رغبة غناس الإسلام وانيتي قايش الدين مليح ولكن يا محمد قانشين فات الفوتة قانشين مع الأسف يعدو يانا وراخر الناس ما غا الناس قان قال فواحش نقال زينة نوشار نعدى خيوذان نغى يوذان نصخار خيوذان أقال قايش عدد الذنوب عدد الفواحش لا تعد ولا تحصى رقفوا ما غارش نحلك سلابي نغطفات لينا نغنى حاجة هنا ما ديريكت يعني تسقسان الرسول ناس يا رسول الله قوش قا الدين الإسلامي والدين كذا الدين كذا مزيان ولكن قانشين قانغ المشكل قانشين قانقا نقا العجائب والغرائب والسيئات والذنوب ما مش معرفش الحل ملا الناس الرسول صلى الله عليه وسلم نعم الناس باب التوبة قطع عزم توبة غسيطة بغيزن توبة نصوحة استغفار صلى ربي مزيان كتاهز الأعمال الصالحة أعرف ما يتغاثي أمي وذل ما يتغاثي مجلسة الحقوق ثم كسيف السمغة صلى ربي نسي يا ربي هذه قبر التوبة ربي هذه قبر التوبة صافي يخني عال يفاحان يجد الإيمان سان يخني سنزرد الآيية لأن الرسول صلى الله عليه وسلم واسي وشيه والجواب مزوع ننس يا محمد قالوا صدقاك خرجت مسرعشت إن الناس الرسول ما يندين
ناس لودي قان جاتينا قان جاتينا قان غاديها قان فعديها قان سنديها قان وشعديها قان جاليها قان غير الحاجة هاد السيئات رقصوا مامش ما جالوا في الإسلام ما زيغ إخبار ربي من أيام ملا الرسول يسقى وهو سيسيب الجواب الرسول يسقى لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى الرسول واسمعني جاوب سقي عن سمنوها لا يترجم عند صغير سيد ربي يجل عدد المسائل تغى الرسول ويجيهم سيد سقارة حما ينزل تخص القرآن الرسول يسقى لأنه يترجم ما تسنى غيرية ما يخلص تنزل آية قول ربي طمع محمد قل لهم قل يا عبادي الذين أسرفوا وأكثروا من ذنوب قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الناس قيقارهم سيدة ربي إناس يوذانينا وتقريض مشتها رحمة سيدة ربي اجي في الخيار توتخى سيدة ربي إن شاء الله ربي غدا يغفر الذنوب لهم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه الغفور الرحيم والرسول يفاح إذن فرح طمقنت الآية الناس نغاي الآية أحسن الدنيا وما فيها لأنه تمشى الأمين سرخاء سرح من صيد ربي وإنشينا يا إثماء نتمنى ربي هذا نغي شمال سرح من نس هذا يقبل التوبة النغ هذا يقبل العمل النغ هذا نغي هدى الصراط المستقيم وقم يا إثماء أركم غمر قير للدرس نغي دي قارن هذا وميني السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.